اندرويد توفر أداة اسمها IDB. هذه IDB عندما أكتبها المفروض وأكتب شيل تمكنني من المرور على الروت الخاص بجهاز الأندرويد والتعامل معه، لكن عندما أكتبها بالويندوز يعطيني كوماند أنريكوجنايز، رغم أني أنا متأكد أنه أنا منصب الأندرويد ستوديو والـ SDK الخاصة به. فحل هذه مشكلة بسيط، كل الذي نفعله نحن نذهب إيش إلى قرص السي، نذهب إلى أين منصب الأندرويد SDK، هذا أندرويد SDK، تكون الـ IDB هي في بلاتفورم تول، هذه هي الـ IDB. إذا كل الذي أفعله أخذ الرابط الخاص بها، أعمل له كوبي، أتأكد أنه أنا أغلقها قبل أبدأ الخطوة الثانية، أخطط بروبرتيز، بروبرتيز كمبيوتر بروبرتيز، أذهب إلى نيو، إديت فيرابلز، أذهب أبحث عن فيرابل اسمه باث، في الباث أقول له إديت، في نهاية الباث أضع فارزة منقوطة، ثم أضع هذا الباث، أعمل له سيف، سيف، أوكي، المفروض كل شيء تمام. الآن عندما أكتب إيش؟ كوماند آر، أكتب CMD أفتحها. الآن عندما أكتب IDB شيل المفروض يعرف هذه الكوماند. خلاص عرفها، قال لك ايرور نوت ديفايس فاوند، يعني عرفها الكوماند، قبل قليل لم يعرفها. هذا كما في هذا الدرس.